كان ارتفاع عدد القضايا ذات صلة بالشكايات تابعة العقار الفرشاة المائية، زيادة بالطبع على فتح مقلع دون الحصول المسبق على وصف تصريح أو عدم احترام شروط الاستغلال. إذا استغلال الفرشاة المائية دون ترخيص يمكن نقول لكم حسب الإحصاء اللي قمنا به اتفاقية شراكة مع النيابة العامة ووزارة الجهاز والماء. هذا الهدف من هذا اللقاء وهذه الاتفاقية وهو احترام القانون والعمل كذلك على الحفاظ وحماية شيء أساسي ألا وهو الملك العمومي للدولة، خصوصا الملك البحري وكذلك الموارد الطبيعية من بينها بالطبع الماء، والعمل كذلك على تقوية التكوين وضبط القوانين من طرف شرطة الماء، شرطة المقالع، وفي نفس الوقت كذلك العمل على الدفاع عن حقوق كذلك المواطنات والمواطنين. والهدف في الواقع وهو العمل أن يكون هناك توازن ما بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للمواطنين. تندرج ضمن مجالات التعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الجهاز والماء، وتدخل في إطار إحدى مجالات السياسة الجنائية وتنزيلها اللي هي موكولة لرئاسة النيابة العامة على المستوى القانوني، وبالتالي بطبيعة الحال كل ما يرتبط بمحاربة القانون ومواجهة الجريمة كيفما كان نوعها فالنيابة العامة توجهها، وهذه الاتفاقية سوف تؤطر لتعاون بين المكلفين بإنفاذ القانون على مستوى وزارة التجهيز والماء في مجالات التفتيش، مجالات إنجاز المحاضر، وفي مجالات الحفاظ على الثروات الطبيعية لبلادنا، وأيضا في إطار التكوين المساهمة في التكوين المستمر لهذه الفئة من الموظفين الذين يقومون بعمل الشرطة القضائية، وأيضا هو مسعى للتنزيل الأمثل للقانون على مستوى المحاكم، وبالتالي مواجهة كل أشكال الجريمة التي تمس بملك العمومي وبالثروة الطبيعية لبلادنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.